ايه اسم الكلمات؟ انسان الدوسري ان شاء الله. لا هتقدم لنا ايه؟ فريستايل. هتمثل يعني؟ لا فريستايل كوره، خفت هاي يد وكوره ان شاء الله. تمثيل يعني مش ممثل. اللي بعده الله سامعك حلو. لسه جاي لي واحد نكد ابن كلب من شويه. عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ وهبه. وهبه هتقدمني ايه؟ وهبه برقص باليه. بوريك بتعمل ايه؟ استنى بس بتعمل ايه؟ برقص باليه. ايوه ايه الباليه ده؟ ايوه روحها جامده كده وتنط الحمد لله. حلوه قوي. شكرا. حلوه قوي. ايه ده؟ اطلع بره. اطلع بره. هتحرق الدم. اللي بعده يا ابني. السلام عليكم يا اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه جاي ليه؟ ايه البرنامج اللي بتتكلم ده؟ جايبين لنا اوساخ يصوروا معانا؟ على بريك يا ابني. على تحرق الدم. اتنين شاي يا محمد هنا. اللي بعده. اللي بعده يا ابني ام الاعداد. بس ولا يهمك حبيبي. شغلنا اعداد ابن كلب. معلش يا عادل. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا باين عليك فنان ما شاء الله، ناس تحرق الدم بتجيلي. معلش هو زي ما ده مفيش مهم كتير خالص. اه هتعمل لها ايه بقى؟ انا حضرتك بلعب العاب سحر. العاب سحر؟ اه. ما هو ده هتفضل. على فكره قبل واحده بس. اه. حضرتك نسيت تسالني اسمي. يعني ماشي قول لي. بشرة البزاوي. حلو قوي. بحب الاسم ده قوي. من عيلة البزاويين. اه انا على فكره جدي من عيلة البزاويين. برضه؟ اه. احنا قريب حضرتك؟ اه. طيب تمام. حلو قوي. انا برضه حضرتك كان بلعب سحر. اه. في الحركه. اه. بص حضرتك دي كوتشينو 250 ورقه. بجد والله؟ اه والله بجد. جايبها جايبهم من الابراهيميه اللي انا كان عندي بتاعها. بجد؟ اه. اتفضل حضرتك انا هعرف حضرتك السحر. ماشي. ولا يهمك. يعني احنا كام قلنا؟ 250 ورقه. اه. اختار حضرتك ورقه. ماشي. تمام جدا. حضرتك حافظها؟ حافظها. خلاص عشان واحدة. انت بتفنط ليه يا ابني الورق معايا؟ عشان حضرتك ما تلخبطش. طيب ماشي. هتفضل حطها في النص. ماشي. تمام. ممكن حضرتك تطلع ورقة حضرتك اخترتها؟ هي اهي. تمام. ايه رأيك حضرتك بقى؟ انت عملت ايه بقى في سحر؟ يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة. حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي عجبتني عجبتني انت عجبتني. ما تحكمش عليا بتسرع. عجبتني انا عجبتني. شفت مش طلعت لك الورقة؟ عجبتني والله عجبتني بجد. قوم بص معايا قوم. عجبتني عجبتني جدا جدا عجبتني جدا. مش قادر اقول لك شلة يا جدع. ناس ما عندهاش أي مقلب. اللي بعده يا ابني. أو بعدين يعني. أنا مغني. وأنا أحمد. اتفضل يا حبيبي. أنا اسمي ده. مش عايز أعرف. اتفضل بخير. مش عايز أعرف. اتفضل. هتغني إيه الأول بس؟ أغنية إن شاء الله لأمان ماهر. اتقي ربنا في إيه؟ اتقي ربنا فيا يا حبيبي بزيادة حس بيا يا حبيبي. ده الدور مش مايك. ما حضرتك ما عندكش مايك. أجيب مايك منين؟ كأنه مايك.
طيب بزيادة حس بيا ده انا من زمان عينيا يا حبيبي مأمنك شايلك سنين في عيني ومطلع انت عيني وقت الشدة تلاقيني في الهنا وفي اللي بيغنوا وخايف فيه انت بره 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 ما تخسرهاش وهي واحده مش برضو حاجه تشيل يا جدع برنامج ما فيهوش اي مواهب في يا ابني ناس تانيه كده ولا ايه؟ طب بالنسبه لايه اللي جابكم تاني؟ قلصت على الاغاني اللي انا بغنيها وعلى لعبه ورينا مراهم معاهم وعلى لعبه ورينا مراهم معاهم وعلى لعبه ورينا مراهم معاهم الكوتشينه تشخط حضرتك انا احسن رابط بس وانا احسن بس انا برقص حلو جدا انتوا ما تعرفوش ان انا اخد بطوله بكوس في بريك دانس انت كداب عوري انا بفهم في الرقص وريني انا اول بكوس بريك دانس وريني انزل لي حضرتك اعملوا ده يا جماعه عشان اتفرج عليه Love.